طبعا حضرتك عارف ان كان المرحوم محمد الجندي اللي توفي في القاهره وهو موطنه الاصلي مدينه طنطا، تم تشييع الجنازه، تمت الصلاه على جثمان في المسجد الاحمدي في مدينه طنطا، وتم تشييع الجنازه، وكانت جنازه مهيبه حضرها عدد حوالي 3500 مواطن. عقب تشييع الجنازه بعض المشيعين اندس فيهم معهم بعض العناصر البلطجيه والاسريه، وجم جزء على اسم تاني طنطا وجزء على محافظه مبنى المحافظه ومديريه الامن، وقاموا برشق المنشات ديت بالحجاره وبالملوتوف، واشعلوا النيران في اطارات الكاوتش في الشوارع المحيطه بها، وقمنا بمحاوله التواصل مع البعض منهم وتحدثنا مع اصدقاء المرحوم محمد الجندي، وافهمناهم ان احنا لسنا لدينا تفاصيل الحادث بتاعه لان وفاته كانت في القاهره، وتم الاتصال تم اجراء اتصال بالمسؤولين في وزاره الداخليه، مساعد الوزير للعلاقات العامه ومساعد وزير لحقوق الانسان والتواصل الاجتماعي، ورحبوا بانهم على استعداد ان هم يتقابلوا مع اهليته ومع اصدقائه ليطلعوهم على تلك الواقع. وهم انصرفوا من امام المديريه الا وقالوا ان احنا مش مسؤولين عن احداث الشباب اللي بتحصل، الا ان حاولنا برضو نمنع الولاد دول ان هم ينصرفوا، الا انهم صمموا على التواصل رشق الحجاره، وقاموا بحرق اضرام النيران في احدى المدرعات المتواجده امام المديريه لتامينها، وقاموا باتلاف بعض في المدخل المديريه ومدخل المحافظه، والقوا زجاجه الجتوف في غرفة الكهرباء في مبنى المحافظة، وتمكنا من إطفائها قبل أن تتمكن النيران من الغرفة ويحدث كارثة في مدينة طنطا. نتج عن الأحداث ديت إصابة 12 من ضباط وأفراد الشرطة، منهم 3 بالخرطوش، ومنهم 2 ضباط بالخرطوش ومجند، وباقي المجندين المصابين بجروح قطعيه وكسور نتيجه القاء الحجاره والزجاجات المرتوف عليهم. احنا لم نستخدم الغازات المسيله للدموع، واستمرت الاحداث دي من الساعه 5 مساء حتى الساعه 2 صباحا امام المديريه وديوان المحافظه والشوارع المحيطه بهم، وامام والساعه 3:30 صباحا امام اسم تاني طنطا. يعني كانت هجمه شرسه وهجمه جامده يعني، وفي البعض استغل الحدث وفاة المرحوم محمد الجندي للتحرش بالقوات الشرطة والاعتداء عليها والاعتداء على المنشآت، ونحن بنناشد جميع المواطنين ان هم يعني يتواصلوا معنا جميع المواطنين الشرفاء لتمكين جهاز الشرطة بالقيام بدوره الامني. احنا لسنا ضد احد من الاحزاب ولا ضد احد من التيارات السياسية، احنا مع الجميع، واحنا مهمتنا مهمة أمنية، احنا ضد الشباب وضد العنف وضد الإتلاف وضد الحرق وضد دمار المجتمع، لأن دي أحداث، دي ثقافة عايزين نتخلص منها، وبنناشد الإعلاميين جميعا وبنناشد جميع المواقع الإلكترونية إنها تحط إيدها في إيدنا بإن احنا ننتهي من ثقافة العنف واللجوء إلى العنف والدعوة للعنف، ودي بتبقى على بتيجي الدعوات ديت على الانترنت من بعض الشباب او بعض الاسريين، واحنا بنناشدهم ان احنا لا ما ينفعش ان احنا نحرق بلدنا بايدينا، نختلف سياسيا ونعارض ونختلف في الراي، ولكن لا نلجا الى العنف، لان العنف لا يولد الا العنف. واحنا في النهايه بنحيي جميع المواطنين الشرفاء اللي وقفوا معانا اثناء صد هؤلاء الشباب عن الإتلاف وعن العنف، وخاصة أمام اسم تاني طنطا.